أول شيء أهلا وسهلا فيكم ومرسي لحضوركم. اليوم أنا عم بعمل دورة تاتو الميكرو بليدنينج لحملتها للصبايا اللي عندي. كان عنا دورة سابقا واليوم عم نقوم بدورة جديدة هي للميكرو بليدنينج، فلح بتكون اليوم توزيع الشهادات كمان للصبايا اللي كانوا قبل اخدين الدورة عندي، ولح بيكون في كمان تكريم وإن شاء الله قريبا رح نعمل كذا وركشوب، رح بيكون كمان بأوتيل فينيسيا. مبدئيا أنا رح بساوي كل الوركشوب كان للميك أب أو للتزيين أو لأي شيء هون بالفندق. وعنا دورات قريبة بأربيل وبقطر وبدبي، كمان عم حضر لهم إن شاء الله قريبا بعلن عن تاريخ المحدد. وكل اللي بيحبوا يشاركوا بهيدا الوركشوب اللي عم بعمله رح بيكون في أرقام تليفونات يتواصلوا عليها، ورح بيكون في منظمين لهي الدورات بكل دولة. وميرسي كتير لإلك. بعد عنا بس سؤال نحبين نسألك إياه، بما أنه حضرتك سفيرة جمال لاتحاد الخليج العربي، فيك تخبرين عن آخر نشاطاتك بهذا المجال؟ مبدئيا النشاطات هلا موقفه بس بلبنان حاليا. الشهر الجاي رح بيكون في عنا مثل ما حكيت دورات باربيل وبقطر وبدبي، والتواريخ طولها كمان عم بعلن عليها كمان اخر الشهر من هذا الشهر كمان لكون انا خلصت الوركشوب اللي عندي هون. وحتى رح نسوي وركشوب كتير حلو بلبنان وكبير للصبايا اللي نحنا كمان عم ندربهم، كنا قبل هلا عم نعملهم تقوي وعم نعملهم زيادة، وفي اشياء انا بتعلمها برا او بشارك بمعارض بحب ارجع اجي اعلمها للصبايا اللي علمتهم قبل، يعني منضلنا ابديت مع التلميذ حتى بعد ما يخلص.